صيامي. ودايما لما بنقول صيامي ناس كتير جدا تفكر ان دي حاجه خاصه بحبايبنا المسيحيين ما تتاكلش يعني، ولكن لما نبص في المكونات هنلاقيها طبيعيه جدا. يعني لما حد يقول لك ده اكل صيامي كل منه وانت مطمئن جدا، لان ما فيهوش حاجه خارجه، ما فيهوش حاجه مش طبيعيه. لكن بتبقى ده بتوع الدايت دايما بياكلوا اكل صيامي. تعالوا مع بعض نشوف مقادير السمك بالكورن فليكس وحليب جوز الهند. لو احنا عايزين نعمله، اما اقول المقادير هقول لكم لو عايزين تعملوه طبيعي جدا تعملوه ازاي. اول حاجه عندنا مقادير السمك بتاعتنا عباره عن كيلو من السمك الفيليه متقطع شرايح سميكه، عندي كوبايتين من الكورن فليكس المطحون، كورن فليكس مطحون يعني مدقوق، عندنا كمان ثلاث ارباع كوبايه من الدقيق، هات لي طبقين يا احمد من فضلك، برافو عليك، واربع معالق من السمسم، ومعلقه من الثوم الباودر، معلقه من الثوم الباودر، وعندنا كمان معلقه من البصل الباودر، معلقه كمون ورشه شطه، ومعلقتين عصير ليمون، وكوبايه من حليب جوز الهند. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها. عندي كيلو من السمك الفيليه، عندنا كمان كوبايتين من الكورن فليكس متدوبين او مفرومين، عندنا ثلاث ارباع كوبايه دقيق، وعندي اربع معالق من السمسم، وعندنا كمان معلقه توم باودر بصل باودر، ومعلقه كمون ورشه شطه، ومعلقتين من عصير الليمون، واخر حاجه زي ما بنقول كوبايه من حليب جوز الهند. لو احنا مش عايزين نعمله بحليب جوز الهند هنعمله ببيض ولبن. بيض ولبن، اقول تاني يعني عشان ما يبقاش صيامي، كل اللي هنعمله هنشيب حليب جوز الهند ده، اهو العلبه اهي قدامنا موجود في السوبر ماركت وسعره مش غالي، وده طبعا حلو جدا وطبيعي جدا اهو. هناخد حليب جوز الهند، لو انا عايز ما احطش حليب جوز الهند احط بيض ولبن هيبقى اكله عاديه جدا. هناخد كده الحليب اهو حوالي كوبايه، وناخد هنا عصير الليمون على السمك يا مدام حنان. مساء الخير. الو الو، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا شيف يوسف؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. تسلم ايدك. اشكرك من ذوقك، ربنا يخليك. الله يخليك، ربنا يديك الصحه يا رب. يا رب احنا وانتي. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. بعد اذن حضرتك بس عايزه اسال على السوس رول. على ايه يا فندم؟ على المقادير بتاعت السوس رول والطريقه بعد اذن حضرتك. السوس رول حاضر حاضر. طيب حاجه ثانيه؟ لا بس ممكن دلوقتي معلش عشان اكتبها. حاضر هقول لك عليها. حاضر من عينيا، تحت امرك. بشكرك على اتصالك. شايفين هنا بقى هناخد مع بعض كده طبقين فاضيين، نجيب السمك ده على جنب وناخد طبق نحط فيه الدقيق وعليه شوية ملح وشوية فلفل، وبعدين نحط الثوم الباودر والبصل الباودر، ونحط الشطة، ونحط الكمون، وبعدين نحط السمسم، ونقلب الخليط ده كله مع بعض. هقول تاني، دقيق وتوم باودر وبصل باودر وشطه وملح وفلفل وشويه من السمسم يا مدام منى. السلام عليكم يا شيف يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. كنت عايز اسال حضرتك، عملت قبل كده من فتره كفته شامي بس من غير رز من الشوربه. الايه يا فندم؟ كفته شامي. كنت عايز اسال على طريقتها بس افتكرها لو سمحت يا ريت. والله انا بس لو تذكريني اسمها ايه؟ كفته شامي. كفته صور كفته برضو كده مع الصلصه. حاضر. داود باشا يعني؟ تقريبا. الاسبوع اللي فات كانت؟ لا هي من فتره بس مش فاكره امتى. ما انا بس افتكر اسمها وانا تحت امرك، ما عنديش مشكله والله. حاضر هحاول اجيبها لك دلوقتي، لو الاخوه معانا هنا فاكرين الاسم يدوروا عليه ويجيبوه لنا تحت امرك. هنا شايفين ادي السمك بتاعنا بعد ما حطيناه في الخليط بتاع الدقيق مع السمسم والثوم الباودر والبصل الباودر، وكمان شويه من الملح، شويه من الفلفل، شويه كمون، وشويه شطه. كل ده بناخده اهو، هنعمله كله مره واحده، وبعد كده نحول على حليب جوز الهند، وبعد كده نحمره. هنقدم يا استاذ رؤوف. اهلا بحضرتك. مع الاكله دي شويه خضار مشوي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا شيف يسري. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. منور يا شيف يسري وتسلم ايدك على الجمال اللي انت عامله. يا رب يخليك يا استاذ رؤوف، الله يكرمك. الله يحفظك يا شيف يسري. اتفضل يا فندم. احنا بس يعني بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب انك منزل لنا الاكل الصيامي
في هذه الايام بتاع الصيام. يا حبيبي ربنا يخليك ما تحرمش منك والله، يعني ما تحرمش منك ومن ايدك الحلوه. الله يكرمك، ده اقل واجب يعني. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك، بشكرك. لا العافيه يا فندم. الله يعزك وبشكرك على اتصالك وعلى تليفونك الجميل. ربنا يخليك، متشكر. ليكش مالكش اي سؤال يا فندم؟ لا صدقني ما نستغناش عنك، وانا عندي دكتور. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك، بشكرك على اتصالك. هناخد شويه خضروات كده، فلفل، حطينا ملح وفلفل وزعتر وطماطم وزيت زيتون، وهناخدهم كده على الشوايه على بال ما السمك نسويه في الزيت. يكون عندنا اهو، يكون عندنا الخضار بتاعي استوى، اللي احنا قلنا عباره عن شويه خضروات، اي خضروات، كوسه، بتنجان، فلفل، طماطم، انا اللي لقيته عندي حطيته، فلفل وطماطم اهو، حطيت عليهم شويه زعتر وشويه من زيت الزيتون وشويه ملح وفلفل، وبنحطهم على الشوايه عشان نشويهم. الخلطه اللي انا بعملها دي، الخلطه اللي انا حطيتها دي بتاعت الدقيق والسمسم والبصل البودر والثوم البودر، ممكن تبقى في سمك، ممكن تبقى في جمبري، ممكن تبقى في فراخ، مفيش مشكله. يعني انا هيجي لي سؤال دلوقتي حالا، ممكن نتبل الحاجات دي بالفراخ؟ اقول لهم اه. هنتبله بالجمبري؟ هقول لهم اه. يعني مفيش مشكله في ان احنا نغير نوع السمك كمان لو مش صيامي، لكن احنا قلنا للاكله صيامي هنعملها كده بالشكل ده. تعالوا معانا بعد ما خدنا السمك هنغطسه بقى في حليب جوز الهند. حليب جوز الهند ده بيبقى اتقل شويه من الحليب العادي اهو. نغطس ونرفع ونحط فين؟ في الكورن فليكس. مفيش اسهل من كده اهو. وننفض ونحطها في طبق تاني، وفي الاخر هناخدهم علشان نحطهم في الزيت. وطبعا السمك ما بياخدش وقت كتير في الزيت، يعني جربوا بصراحه القرمشه اللي هتطلع في السمك ده من الكورن فليكس هتبقى جميله جدا جدا جدا. حد هيسالني دلوقتي طب الكورن فليكس ده صيامي؟ هقول لهم اه طبعا، عباره عن دقيق ذره او شرائح الذره زي ما بنقول اهو. نغطس، وبعدين عندي دلوقتي، بص كده على الخضار يا احمد اخباره ايه. لازم نغطس زي ما قلنا في ماده اللي هي بتعمل اللزجه، الماده اللزجه اللي هتخلي الخليط بتاعنا يتماسك اهو كده. هناخد دول بقى على القلايه ونروح. عايزين ننوق هنا يا احمد من فضلك. يا ام رضوى، الو. السلام عليكم يا شيف يسري. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. انا بحبك جدا، انا بتفرج على البرنامج على طول. الله يخليكي، واحده سعداء بسماع صوتك وسعداء بكلام حضرتك. اتفضلي يا فندم. معلش لو سمحت ممكن تعيد طريقه البسبوسه اللي عملتها امبارح؟ من عينيا، حاضر حاضر. حاجه تانية؟ بشكرك على اتصالك. هقول لك على البسبوسه، احنا عملنا بسبوسه امبارح حكايه، جالي كم من التليفونات غير طبيعي عليها، يعني بصراحه فاتتك يا عم عصام بصراحه. هقول لكم على مقاديرها دلوقتي حالا حالا. انا بجيب، تعال لي هنا يا احمد، هناخد كده بقى البسبوسه الغير تقليديه امبارح اهو. ادي الكورن فليكس، ونحط دول كده على قد الشوايه بس، وعلى قد القلايه، وبعد كده نطلعهم اهم ونحط تاني غيرهم لغايه ما نخلص الكميه، وهنوريها لكم دلوقتي. طبعا الخضار بتاعنا بدا يتشوي معانا اهو يا استاذ محمد. الو. ايوه استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك، ازيك يا استاذي؟ الله يخليك، ده انت اللي استاذنا، الله يكرمك. والله العظيم ده قليل عليك ان انا نقول لك يا استاذ. الله يخليك ليا، ما تحرمش منك. ازاي جنابك؟ احنا كلنا تلاميذ، ربنا يعزك يا رب. الله يقويك. الله يكرمك يا استاذ محمد ويسترها معاك يا رب دايما يا رب، احنا وانت ويعينك ونشوفك دايما بخير ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمد، تأمرني. انا سيدي ما امرش عليك ظالم ابدا، عايز اعرف من جنابك طريقه الرز بالخلطه. عينيا، حاضر. حاجه تانية؟ الله يعزك، حاضر تحت امرك. ارز، خلطه، ويا ياسر من فضلك عايز الاسئله عشان انا ما كتبتش خالص، كنا مشغولين في ال... شكرا يا ياسر. هنرفع كده السمك
اهو ناخد بس قطعه اوريكم شكلها. شايفين اهو؟ شايفين؟ شايف يا عمده اهو حاجه كده مقرمشه، حاجه حلوه قوي. هناخدها نحطها على ورق عشان تمتص الزيوت، ونطلع الاثنين، نطلع الاثنين التانيين، وبعدين هنقول على مقادير البسبوسه حالا دلوقتي. وموجوده معانا قلنا كوبايتين من دي السومولينا، عندنا كمان كوبايه من جوز الهند، كوبايه لبن باودر، كوبايه لبن باودر، ونص كوبايه سمنه ورشه فانيليا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر الكيك شيف، وعندنا كمان كوبايتين من السيرب السخن. بنعمل ايه؟ هو التكنيك في شغلها، يعني شغلها هو الموضوع. بناخد السمنه مع كوبايه من السيرب ونقلبهم مع بعض، وننزل عليهم بالفانيليا، وننزل عليهم كمان باللبن البودر، وفي الاخر بضيف جوز الهند على دي السومولينا وشويه البيكنج باودر، واقلبهم كلهم تبقى عجينه معايا. وخدنا كوبايه واحده من السيرب السخن ودخلها الفرن بعد ما اسويها بالميه، عفوا ارفع يا احمد. بعد كده باخدها اعمل فيها ايه؟ وهي طالعه سخنه بحط لها كوبايه السيرب اللي كانت عندي السخنه. وبالهنا والشفا جربوها، هي عملت انقلاب عامه حلوه قوي يعني. يا استاذه هدير، استاذه هدير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيف ازاي حضرتك؟ انا بخير والله، طول ما انتم بخير ربنا يخليك. احنا بنحب اكلك والله العظيم، بنحبك خالص. اشكرك، ده من ذوقك، ربنا يكرمك يا رب. شيف بس عايز اسال سؤال. اتفضلي. ممكن اعرف طريقه قرع العسل؟ عايزه قرع عسل في الفرن ولا قرع عسل عادي؟ لا عادي. يعني مش عايزاه بالصوص ابيض ولا حاجه؟ لا. حاضر من عينيا، حاضر. قرع عسلي. ادي الكورن فليكس اهو. السمك عندي استوى اهو زي ما انتم شايفين. بتعرفوا انه استوى ازاي؟ هنجيب شوكه زي دي او شوكه عاديه ونضغط جواها كده اهو. شايفين؟ لو في اي حاجه سايله خرجت من السمك يبقى لسه ما استواش، لكن طالما وصلنا ان الشوكه بتطلع نظيفه كده وما بيطلعش منه اي حاجه سايله، هناخد على طول ونفضيه ونحط اخر قطعه معانا، وهنستاذنكم في فاصل. بعد الفاصل كل اللي هنعمله هنغرف السمك مع الخضار المشوي، وكمان لما نرجع من الفاصل هاكل صيامي بالهنا والشفا. كمان عملنا كفتة الرز باللحمة. طبعا النهاردة مناسبة جميلة جدا عندنا، عاملين احتفالية كده جميلة بالدكتور علاء رجب رئيس تحرير البرنامج. النهاردة عيد ميلاده، تقريبا وصل تقريبا كام؟ 55 ولا 65؟ لا لا لا، علاء صغير قوي يا جماعه. علاء ده على فكره رفيق ضرب من سنين فاتت، وهو راجل مجتهد جدا ومميز جدا في شغله. يعني احنا نعرف بعض من 10 15 20 سنه يعني، بس هو كان لسه صغنون يعني.